من هنا تبدأ رحلة هذه الخيوط التي ستنسج فيما بعد لتشكل المادة الأولية لصناعة مختلف الألبسة العسكرية. وفي هذا المخبر تحدد صلاحية هذه الخيوط من عدمها وفق معايير علمية دقيقة، وحسب مواصفات الألبسة التي ستصنع منها طبقا لدفتر الشروط الذي تقدمه مؤسسة الألبسة ولوازم النوم التابعة لمديرية الصناعات العسكرية. عندنا تجي المادة، عندنا تجي لا ماتيير، نديرو الاناليز وفق دفتر الشروط سيمو الكاي تشارج. لي برينسيبال ايتاب، يعني المراحل المهمة، هي لو تيتراج، لا ريزيستانس اي لالونجمون تاع الخيط، لا تورسيون، باش نحدو حتى هذيك المادة إلا كان يعني تصلح لل بور لو تيساج دو نوز ارتيكل. بعد أن تحصل المادة الأولية على رخصة المطابقة، تبدأ عملية تدوير المنتوج في مراحل مختلفة حتى يصبح قماشاً جاهزاً للاستخدام. نسج الخيوط أو تحضيرها هي المرحلة الأولى التي تمر بها المادة الأولية، أين يتم لف آلاف الخيوط من مختلف الأنواع أو من نوع واحد تبعاً لنوعية القماش المطلوب من وحدات التفصيل، والذي يتكون غالباً من مواد ذات جودة عالية على غرار البوليميد الممتاز بصلابته ومرونته في نفس الوقت، والقطن عالي القدرة على الامتصاص تسهيلاً لمهام الجندي المقاتل في الميدان. وبعد تحضير النسيج يواصل رحلته إلى أهم مرحلة في صناعته، وهي عملية النسج الآلية، أين تحول الخيوط المحضرة مسبقاً في لفائف ضخمة إلى قطع قماش من خلال عملية الغزل، والتي يشرف عليها عمال مكونون خصيصاً للعمل على هذه الآلات، التي تسهر على تحضيرها للعمل الآلي مجموعة من النساء في عملية ضبط دقيقة تتم يدوياً. لفائف القماش المحصل عليها من هذه العملية والتي تعتبر المنتج النهائي في طبيعته الأولية توجه إلى مصلحة مراقبة الجودة للتأكد من صلاحيتها ونوعيتها. هنا ورشة تفتيش ومراقبة النوعية. هنا فيزيتيو لي بياس اللي يجيونا من التيساج، ونحيو لهم لي ديفو اللي يكونوا فيهم، ونكلاسيهم حسب النوعية نتاعهم. من بعد عندنا عملية أخرى سي لو رولاج، لي بياس اللي فيزيتيوهم لهنا نوروليهم في الرول باش يروحوا للبروسيس اللي يجي من بعد، وهي الصباغة والطباعة. تأشيرة النوعية الجيدة تمنح للقماش الإذن بالتوجه إلى مرحلة الصناعة النهائية، حيث يغسل ويجفف قبل عملية الطباعة، ليأخذ القماش طبعه العسكري من خلال لونه والخصائص المضافة له ليلائم المهام العسكرية وكذا الأسلاك الأمنية الأخرى. إلحاق المؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية بالمؤسسة العسكرية للألبسة ولوازم النوم بنسبة مساهمة تقدر ب 60% من رأس مالها، مكن من رفع إنتاجها في غضون سنتين بما يزيد عن مليون متر من القماش سنوياً، حيث بلغ 3.4 مليون متر سنوياً. يوجه 95% منها إلى تلبية حاجيات المؤسسة العسكرية للألبسة ولوازم النوم، فيما يوجه 5% من نسبة الإنتاج إلى السوق الوطني سعياً لاسترجاع نصيب النسيج الجزائري في الأسواق المحلية. يشرف على عملية الإنتاج بالوحدة في مختلف مراحلها عمال مهنيون متخصصون كل في مجال عمله. Disons qu'il y a eu une certaine hémorragie ces derniers temps par les départs en retraite des compétences, et nous étions dans l'obligation donc d'adopter un plan donc de recrutement et de formation avec pour le recrutement avec l'ANEM, pour la formation donc avec la direction de la formation de la wilaya de Tlemcen, et par nous-mêmes, par nos propres moyens, avec la mise à niveau du centre de formation, sa rénovation. Et actuellement, donc, en ce qui concerne les permanents, nous sommes donc à 300. Et ce qui a été recruté depuis l'avènement donc, de l'OATIT, nous avons recruté encore plus de 100, 120, 130 personnes. Et nous avons actuellement plus de 50 personnes en formation permanente, continue si vous voulez,
pour la prise en charge donc de l'activité du complexe. أمة تأكل مما تزرع وتلبس مما تنسج. شعار تسعى المؤسسة العسكرية لتجسيده مساهمة منها في دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد إلى جانب بقية المهام المنوطة بها. Thank you.